في عز الحرب والعدوان على غزة، الكابينت الإسرائيلي يجتمع ويقرر حجب شبكة الميادين وإغلاق موقعها عن الشبكة الإسرائيلية ومصادرة معدات المراسلين. حكومة الاحتلال وصفت الميادين بأنها تهدد أمن إسرائيل ولن تسمح لها بالدعاية الخطرة التي تبثها بحسب تهديدات جالانت وزير الحرب. طبعاً الاحتلال مزعوج لأن الميادين تكشف جرائمه وانتهاكاته أمام العالم منذ بدء العدوان على غزة، وقبله كانت الميادين حاضرة بقوة في نصرة قضية الشعب الفلسطيني. لطالما تعرضت الميادين لتهديدات المحتل، مراسلوها في فلسطين تعرضوا لاعتداءات مباشرة مثل ما حصل مع الزميلة هناء محاميد خلال هذه التغطية وعند إصابتها عام 2015. وخلال العدوان على غزة أصيب الزميل يوسف الحسني في إثر قصف منزل عائلته التي استشهدت، واعتقل كذلك أفراد من عائلة مدير مكتب الميادين ناصر اللحام. ليس غريباً على من يرتكب مجازر يومية بحق الأبرياء والأطفال أن يقمع كل صوت إعلامي حر وكل من يكشف وحشية جرائمه، لكن ذلك لن يمنع كل أفراد الميادين من الاستمرار في رسالتهم والدفاع عن فلسطين.